سي حسان صباح الخير. السلام عليكم، تحياتي اخ نور الدين، كيف الحال؟ لاباس عليك؟ مزيان الصحة أمك الله يحفظك. سي حسان بخير الحمد لله. خويا نور الدين عاوتاني السلام عليكم كليلاتنا حبيباتنا، صباح الخير عليكم، كي دايرين بخير هاني كلشي مزيان. إيوا واش غنقول لك اخويا نور الدين، اليوم كاين هوك عاوتاني، اليوم عاوتاني كاين هوك عاوتاني وهوك عاوتاني وهوك عاوتاني. اليوم اخويا نور الدين عاوتاني كاين عاوتاني تتمة ديال ديك الجلابة ديال دوبياس دوبياس، هادي عاوتاني واحد الجلابة شي حاجه دي طوب خويا نور الدين، شي حاجه هماويه، شي حاجه راقيه بزاف. لا ماتير الخدمه كما كنقولوا هذه جات غيب بحال هكا، فيها دوفاس، فيها فاس بريون بحال هكا، عطا واحد اللمعه شويه، وفيها واحد الفاس بحال هكا مطا خويا نور الدين. وهذا قميص ديالها ولا نقولوا الجلابه ديالها، بغينا نديرو قميص لتحت، هذا راه واحد الفخواصي، هذا تيكستور ديالو فخواصي، بغينا نديروه لتحت، راه كيدار قميص لتحت وكيتخدم. بغينا نخدمو اخويا نور الدين الفوق ديال الجلابه، راه كنخدموه بحال هكا الفوق ديال الجلابه بحال هكا، يجي هو الفوقاني، يجي هو الفوقاني، وهذه كيبقى لنا قميص بحال هكا غيب بحال هكا. بغينا نديرو كونترير، نخدمو كونترير بحال هكا اخويا نور الدين. يعني هذه الجلابه دو بياس، عروسه، حاجه، جميع الاستعمالات واللبسه ديالها كتجي بحال ما هكا اخويا نور الدين. حنا سرحوها والعبار ديالها راه عبار وافي، والثمن اخويا نور الدين غيكون الثمن جد جد مناسب، ثمن غيكون ثمن واعر بزاف. هادي الجلابة خويا نور الدين شداني على السي الزواقة ديال لازا، هاهي في الشكل ديالها، جا الشكل ديالها خويا نور الدين تونسيفطون، هاهي هادا خويا نور الدين جنيني با كليماتيزي هماوية، راه فيها واحد لو دخو هنايا في السيل ديالها، راه كاين واحد لو دخو هنايا، يعني جلابة كليماتيزي فيها الكليما من الداخل، أوضو فاس كتخدم على هاد الفاس هذا. بغينا بريون، بغينا نلبسو شي حاجة حضارية بحال هكا، جلابة وقميص، أو بيان قميص بحال هكا جلابة هكا، بغينا نديرو فاس ماطا خويا نور الدين راه كيتخدم بحال هكا. اللي ما كتبغيش داك شوية ديال لابغيونس في الجلابة راه كتخدمو ماط بحال هكا. والثمن اخويا نور الدين راه غيكون الثمن جد جد مناسب بزاف، وديما كما العاده غتواب جي جي راه كتحط من الارقام القياسيه في الاثمنه. الثمن اخويا نور الدين، نقول الثمن دابا عندك ست بياسات غير كمل نكمل ولا نقول الثمن؟ اه كمل والله حتى غنصدمو، هاد ست البياسات غندوزهم غنسمعو الثمن. الثمن خيالي ديال هاد السلعه، هادي السلعه ديال الفرنسا هي فيها ست، الوالد دوز ديك المره في 10 11 وقيله، وهادي فيها سته. على بركه الله عندنا هاد الباج، هاد الباج صومو هذا اخويا نور الدين، انا تانا فاروقين هذا ثاني، هذا واحد السيال، هذا واحد غريسيال اخويا نور الدين بحال هكا اخويا نور الدين، ها هي جليليبه هماويه، خامه ديالها واعره. شو الجلابه كي دايره اخويا نور الدين؟ جليليبه في المستوى اخويا نور الدين، ها هي الجلابه بحال هكا، شي حاجه اللي جديده، شي حاجه دي طوب. عندنا هذا الوين هذا، كاين ثاني هاد لاريفاج، هادي هاد لاكولوغ ثاني واعره بزاف، هادي ما باج مادوغي ما ماغون، هادي اللوين ديالها حتى هو راقي راقي جدا جدا جدا. هذا شو ثاني، هذا بحال الباج طوب اخويا نور الدين، خدا كاع من اللوان هذا. هذا ثاني كيمشي ثاني هاكا اخويا نور الدين، هي جليلي روز مارون يود كلشي فيه. هادي لاكولوغ فن، هادي شو شو شو، هاد شو دو بياس كيداير، شو شو عندي تاني فيها تاني هاد ماغوز ماموف، هادي لاريفاج ديالها زوينه، هادي تا اللهم بارك اللي حطا هاد اللوان هادو، وفيها العرض اخويا نور الدين، يعني هادي فيها العرض تا بالنسبه للقنيطيره ديال الراجل غتجي العرض، وفيها جوج جونس ولا جونس. ها انت اخويا نور الدين شو لاكولوغ واحد اخرى كيدايره، هادي لاكولوغ تاني واعره بزاف، شاشة يا سلام جليليبة راقية، خدمة ديريها خدمة خفيفة، شي حاجة زوينة، شي راندا، شي خدمة المعلم، شي حاجة خفيفة، وتجيك الجلابة هماوية. والثمن اخويا نور الدين غيكون الثمن عاوتاني ها حاصل عند اتواب جيجي، الثمن ديال هادي ثاني شو لو فيغ ثاني كيدير، يا سلام يا سلام يا سلام، شو 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 اللهم بارك، جلابة دوبياس غزالة ما شاء الله، اللهم بارك اخويا نور الدين، اللهم بارك، هادشي زاز لوز اخويا نور الدين، وتوي في المستوى شوف حرير، حرير كيتخدم على دوفاس، كيتخدم عاوتاني من الفوق، كيتخدم من التحت،
جميع الاستعمالات عندك ثاني هاد لاكولور غادي تانا خويا نور الدين جلابه دو بياس همويه قفيطين ديالها فخواسي كما ملي كنقولوا فخواسه نور الدين يعني فيه واحد التخيوس منه يعني ماشي طرو سامبل لا ماتيغ ديالو ماتيغ ديال هاد الثوب هذا اللي هنايا والعبارة اخويا نور الدين راه جوج ونص على متر ونص ديال المترج اخويا نور الدين والثمن غيكون جد هائل الثمن اخويا نور الدين 450 درهم والتوصيل بالمجان ويلي 450 درهم والتوصيل هذه خليها على حساب اخويا التوصيل بالمجان تانتها 450 درهم ماشي مشكل حسب لي اللي مشات على حساب اخويا نور الدين والله باغي نفرح باغي تهضر لك الايام صحه وراحه سيدي الجلابه راه العروسه الحضور الفكور كادو كما بغيتي تعطيها اللوينات ديالها راه محدودين لا ماتيغ راه زوين الارتيكل ديالها راه ماشي شي حاجه اللي كدي موضة الارتيكل ديالها راه جات بحال الشكل ديالها غيب بحال بحال جواره هذا ثاني فخواسي زوين الثوب ديالو زوين بغيتي ديري هذا ثاني من الفوق كديري هذا ومن الفوق وكتخدميه وكتخلي قميص غيب بحال هكا ولكن واسع النظر في الخياطه وفي داك الشيء ومرحبا بكم اتوب ديجينيما 450 درهم وتوصل بالمجان 450 درهم وتوصل بالمجان صباحكم مبروك وتبارك الله عليكم حياكم الله.